حياكم الله حبايب الطيبين، وهذا فيديو جديد. رايح ان شاء الله اجيب الدخن. انا تقريبا كل 30 يوم 25 يوم اجيب القونية، وانوع لهم بالاكل فصرف الدخن شوية يكون اقل يعني، بس هم يعني خلصن الدخن يعني مرات من وقت ومرات لا. فهسه راح اخذكم وياي حتى اشوفكم من اشتري الدخن وايش قد الكمية اللي اجيبها. هاي العلوة على شارع 60 بالنسبة لها الحلة مقابل مجمع الضامن، كلش أسعارهم مناسبة. هاي قونية الدخن أخذناها إن شاء الله، و خلنا نعدي عندي هنا بعد شغلات المخبوطة الدرجة أولى، كيلو مالتها بألف دينار. العرايس والحوامل يا كريم، الملكيات مرات لا، هاي كبيرة على الملكيات بس هم أنطيهن، وانطر السمان مرات من عندهن لان بيها بروتينات. هاي المخبوطة مو 750 هم خلص منها حتى على مود تصير الوضعية تمام. وهذا هنا البلت، مرحلة من مراحل البلت، هذا للسمان. طبعا دني كفني مشاني. هسه نزلت لبل انشائية، جبت هاي الدقمة، عندنا احتياجات قاعدة مالتها لبسات على مود نكمل شغل الغرفة. دائما اسوي مداور بين العشاش، يعني هذا العش اشيل من عنده الصغار واساويهن، يعني كل عش اخلي بيه اطراف بنفس العمر. بس اكو هاي البيضة كنت شاك بيها انه تفقس، فانتظر يومين بعد، اذا ما فقست لان هذا الكبير صار كله كبير، اذا ما فقست لا نسوي مداور اخلي كل واحد بعمر. طبعا اللي قلت لكم راح اسوي لكم متابعة، بس شوف الاماية شلون مؤخرا نزارة ما شاء الله. طبعا سويت تحضين، كان عندنا خمسه، واحد صغير اخذته خليته جوا يعني عش ثالث بنفس العمر. شوف النشاره مؤخراتها، عادي هاي سلوك الامهات. وذني تقريبا مساويات بالعمر، بسم الله ما شاء الله. شوف حبايبي هذا بدا ينبه، هذا يطلع عندنا سبانجل دبل فاكتر، وهذا اعتقد هم سبانجل دبل فاكتر، وذني هذا هم اعتقد دبل فاكتر، وهذا ازرق يطلع نورمال، لو نورمال لو اوبلاين. بسم الله ما شاء الله. طبعا العش واسع عليهم، شوفوا خير من الله، بس هي الماية توخر النشارة للاسف. فهذا العش اللي قلت لكم راح اسوي لكم متابعة له من هنا لحد ما يكبر، نشوف ايش يصفى من عندهم، حتى هم تشوفون اكو افراخ تكبر، اكو افراخ تتعرض لمشاكل. بس هذا اللي على اليمنى، بسم الله، هذا الريش بدا ينبع عده، هذا بعد لخمس ايام 10 ايام يبين شكله كامل. وهاي الافراخ البقيه بسم الله ما شاء الله. هذا العش راح نستمر بمتابعته منه لحد ما ينفطمر. كلهن هاجرموف والوردات. تكون هاي اللي صورتها اللي كان امهاتنا ياكلن الريش، مو هاي الوجبه اللي قبلها، قبل 3 اشهر تقريبا. هاي شوفوها انثى طلعت وجاهزه، يعني حاليا بعمر 3 اشهر تقريبا. هي وهاي اختها بدن يجهزن، هذن بدن يجهزن. شوف بسم الله ما شاء الله بهذا العمر. واكو لا اكو يحتاج ان يكبرن اكثر. شوف هذا بالنسبه لعظم الحبار، طبعا ما يخلن يخلصن عظم الحبار، كلش مهم عظم الحبار للطيور. وهذن اللي قلت لكم عنه اذا تذكرون، ها هذا طبعا من الافراخ حاليا، من الافراخ مال اول الموسم، مال اول 3 اشهر. هذا شفنا بدنا من انتاجنا، انا طلقتهم الى الامهات، انثى وذكر فول وردات وجاهزات حاليا. فالجهوزيه مرات ب6 اشهر ومرات لا، مرات ب3 اشهر الطيور تجهز. بس توني خليت لهم الوجبه، شوف بسم الله ما شاء الله، مأمنين الطيور مأمنه علي. مباشرة نزلت، يعرفون انه وقت الوجبة المنوعة، ويعرفون الامان، يعني مأمنين تجاه المربي. هسه راح نصعد في الغرفة. عندني هنا لوتينو، زوج لوتينو فول وردات، وهنا زوج مادداية دا جهز للتزاوج، وهنا تكفح اللوتينو نثي عن قريب تجين ان شاء الله، وهذا تكفح للدايه. هذني ان شاء الله اصعده للغرفه من تكمل. هذا السندويج طبعا، هذا القاطع بلشنا بيه، هاي ما لبختها يعني، بس لبختها
هاي صبغ ولبخ، هاي بس لبخ. هذا القاطع السندويش راح يصير، بس راح نكمل لي فوق يصير قاطع بين الغرفتين. هاي الغرفة مالتنا الجديدة اللي راح تصير مال التربية، هاي راح يصير مخزن، وهذا القاطع هسه راح نكمل لي فوق. هاي الأفراخ بسم الله ما شاء الله، شوفوا خير من أبدا. السوبر جامبو كبرانات هم قررت إني أسوي لكم إياهم باستمرار، هسه راح اطلع لكم منهم تشوفوهم. شفت منه قصه كلش حلوه، راح اسوي لكم اياها في فيديو واحد. هذا بالضبط، وهذا الثاني لازم شويه يصير حريص عليه لان يطفر. رد داخل العش هو واحده، طبعا يريد انزق عندنا 24 ساعه يريد انزق، شلون البلابل؟ بسم الله ما شاء الله، شوفوا نفس البلابل ولنيت اخوانا. طبعا الباقيات بعدين صغار ما اقدر اطلعهم، والالوان ان شاء الله تبشر بخير. المخاليف اللي نفطمهن، هذن المخاليف هذا تعرفوه، وهذن القديمات. واي بذن للبيع ان شاء الله المخاليف ذن بالنص، ذن صار بالنص الاوبلاينات. طبعا الاوبلاينات تطريزهم كلش قوي. عرايس ذني، ذن العرايس. طبعا هذا قفص جديد اللي بصف الكريميات. الكريميات راح اخليهن يمكن بهاي الخانه، لو بهاي الخانه لو عندي خانه اكبر. طبعا هاي الهوسه ان شاء الله ما بقى شيء، بس تكمل الغرفه السطح يترتب. وهذني العرايس. جنب.